شكراً، أشكركم من كل قلبي أصدقائي الأعزاء. لن أكون حبراً أعظم للكنيسة الكاثوليكية بعد اليوم، بل مجرد حاج يبدأ المرحلة الأخيرة من مسيرة حجه على هذه الأرض، ولكنني أريد من كل قلبي وبكل محبتي وصلاتي وتأملي وكل قواي الداخلية أن أعمل من أجل الخير العام وخير الكنيسة والبشرية. أشعر بدعم محبتكم، لنسر إلى الأمام مع الرب من أجل خير الكنيسة والعالم. كلمات مؤثرة وغير معدة مسبقاً قالها البابا بعفوية بالغة، مودعاً جمهور المؤمنين عند مقر إقامته في كاستل غوندولفو، حيث سيمكث فترة من الزمن ثم يعود إلى دير في حدائق الفاتيكان في حالة من التأمل والصلاة. كان للأردن والأردنيين كلمة يقولونها في هذه المناسبة، حيث سارعت الفضائيات والإذاعات بوضع برامج ومقابلات مع الأشخاص ذوي الاختصاص للحديث عن قداسته والتذكير بزيارته التاريخية للأردن عام 2009، واستذكروا زيارته شرق النهر ومباركة حجري الأساس لبناء كنيستين، الأولى كنيسة اللاتين والثانية كنيسة الروم الكاثوليك. هذه سنة 62 كان يوم شديد البرودة جدا شمالي، استقبلنا في جبل عمان أنا ومجموعة من الشباب الفحيص يوحنا بورس الثاني في الجامعة في مدينة الحسين الطبية، وكان الزيارة جميلة جدا، ويعني احنا بنعتز في هيك زيارات لسيادة قداسة البابا. كمان المحلى بورس السادس بندكتو السادس عشر برضو، هذه الصورة هي هدية منه، هدية من قداسة البابا، برضو كانت زيارة جيدة جدا. استقبلناه عند البكالوريا لما مر على بيت جلالة الملك بدون أي اعتراض، إنه ما عليه الغبار بالنسبة أنا هيك بعرف. وبعدين هو قداسته محترم وقايم بالناس كلها، وهو بيعطي الجريء إنه يعطي، إنه أنا مش قادر أقوم بالحمل الثقيل، لذلك خلي الناس غيري يقوم بالحمل. وهذا السر اللي أنا برأيي إنه أشجع واحد بطل، إنه هو اللي كان يقول أنا مش قادر. هالعلامة النبوية في هالزمن تعلمنا ثلاث أمور. الأول إشي إنه السلطة في المسيحية هي خدمة، والبابا أكد على هالرسالة الإنجيلية المهمة. ولما شعر حاله إنه هو عاجز عن الخدمة من داخل السلطة، آثر قداسة البابا أنه يخدم الكنيسة من خلال التأمل والصلاة. النقطة الثانية، في رسالة واضحة أنه الذي يقود الكنيسة هو الروح القدس، والروح القدس يختار أدوات، والأدوات ضعيفة. وفي بداية حبريته البابا بنيديكتوس السادس عشر على شرفة القديس بطرس حكى: ما نحن إلا خدم غير مستحقين العمل في كرم الرب. واليوم لما شعر نفسه غير قادر جسديا، ما كان عنده أي مشكلة أنه يظهر ضعفه البشري الجسدي، ويجعل من الروح القدس هو الذي يقود الكنيسة من خلال أشخاص آخرين. النقطة الثالثة المهمة في هالرسالة أنه إيماننا أنه الكنيسة لن تقوى عليها أبواب الجحيم، وإذا الروح القدس هو بقود الكنيسة فالشر لن يغلب الكنيسة. قداسة البابا أعطى هالرسالة، وهالزمن مطلوب منا الصلاة، كل مسيحيين متحدين مع بعض في الصلاة من أجل قداسة البابا أن يعطي الرب الصحة، ونصلي من أجل الكراد لحتى الروح القدس يجعلهم أمناء في اختيار راعي الرعاة وخادم خدام
المسيح في في هالزمن في هالعصر اللي بحاجة لراعي قوي يرعى بإلهام من الروح القدس. الصحيح أن استقالة البابا كان قرار جريء من إنسان مؤمن ومتواضع، شاف أنه بلحظة معينة صحته جسدياً ما بتلائم العمل العظيم والمضني اللي بيقوم فيه بكل أنحاء العالم، فقرر أنه يستقيل. وهذا إشي ينم عن شيء، ينم عن تواضع هذا الإنسان، عن محبته، عن إيمانه. وهذا البابا يعني أعماله وسمعته حول العالم من مسيحيين وغير مسيحيين شيء عظيم جدا. زيارته للأردن كثير أثرت بينا كشعب أردني، أنا بحكي كشعب أردني إن كان مسيحيين أو مسلمين، بشهد له كل العالم، بشهد له بأعماله وبإيمانه. وإن شاء الله إنه يكون هذا القرار للصالح العام، وأكيد إنه كمسيحيين بنآمن إنه الروح القدس هو اللي بيعمل، وهو بالنهاية اللي بيسير هذا الأمور، هاي الأمور، وأن كل الأمور تعمل معاً للخير الذين يحبون الله. إن موقف قداسة البابا موقف جدير بالاحترام والتقدير، وخاصة أنه جاء نتيجة حرصه على الكرسي البابوية من أجل تقديم خدمات وواجبات لهذا الكرسي. وهذا بالطبع سيشجع السياحة للأردن الذي أصبح يعد بعد 3 زيارات بابوية جزءاً من الأراضي المقدسة، وسيزوره مئات الآلاف لا بل الملايين خلال السنوات القادمة للتبرك من مياه الأردن، وحيث نال السيد المسيح عماده على يد يوحنا المعمدان. إحنا على صعيدنا هنا كان البابا دور كبير في تثبيت موقع المقدس في منطقة الأردن هون، وبالتالي اهتم جميع مسيحي العالم في زيارة هذه المنطقة، وساهمت مساهمة فعالة بأنه الأردن يكون نقطة جذب ديني وسياحي أرضه وسياحي يعني لمسيحي العالم. فهي إنجازات من إنجازات البابا. احنا نتمنى للبابا التوفيق، ونتمنى له أنه يعيش حياة مريحة وسليمة وخالية من كل أمراض يعني قوية، وبرضه نتمنى للبابا القادم أن يستمر في ممارسة الدور اللي مارسه البابا بندكت 16، وأنه يعني يحافظ على الكنيسة وعلى المحبة والسلام بين العالم. قداسة البابا يعني نذكر كل أعماله البطولية اللي قام فيها. كمل مسيرة قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، واستمر في عمله لمدة 7 سنين، وهذا كان يعني من البطولة، وخلى الكنيسة تسير بشجاعة وإقدام، وعرف العالم ورجع الإيمان وثبت الإيمان والعقائد الموجود في الكنيسة. أكيد القرار اللي أخذه قداسة البابا فاجأنا جميعا، بس هي خطوة رائعة متواضعة جريئة جدا من قداسة البابا، وخصوصا أن البابا أعلن هاي السنة هي سنة الإيمان، وهو توج هاي السنة بهذا القرار المتواضع اللي أخذه والجريء، وأكيد قراره بنمي عن حكمة كبيرة لقداسة البابا، لأنه هو سبق وأعلن على أنه في حال بأي لحظة اللحظة اللي بيشوف فيها أنه ما رح يقدر جسديا أن يكمل رسالته كخليفة القديس بطرس، رح يتقدم الاستقالة هاي. وهي كنا منقدم صلواتنا حتى أنه يتم تحت نعمة الروح القدس خليفة لقداسة البابا بنديكتوس. بنتأمل أنه الكنيسة تعيد أو تؤكد ما عمل من أجل قداسة البابا، من أجل تثبيت الوجود المسيحي، تثبيت الحضور المسيحي بالشرق اللي برجع لألفين سنة وما زال موجود لحد الآن، لأنه هذا بيعبر عن إرادة وعن نية للاستمرار في بناء حضارة المحبة وحضارة محبة القريب وحضارة قبول الآخر، اللي إحنا في الشرق في أمس الحاجة لها وبأمس الحاجة لتأكيدها. أنا بعتبر أنه قداسة البابا هو قداسة البابا بندكتوس 16 هو أكبر شاهد على الإيمان في سنة الإيمان، وأعطانا قيمة للإيمان المسيحي بأنه بشجاعته أنه تنحى عن أعلى منصب اللي هو كرسي الفاتيكان، اتنحى عنه حتى يعطينا مثل بالمحبة والتواضع. وإحنا بتمنى أنه الله يكون معاه ونرافقه دائما، هو رافقنا بصلاته، وأنه يكون يعطي للكنيسة دائما بصلاته محبة كبيرة وللكهنة،
وبتمنى انه يجي بابا جديد يكون بالذات قضايانا بالشرق الاوسط يكون له اهتمام فيها. يا قداسة البابا، قد رأينا فيك الخير طيلة خدمتك في حقل الرب يسوع، فقد كنت السفينة حتى في وسط الأمواج العاتية، وقد كنت الأمينة على كل أسرار الكنيسة. فاليوم نسأل لك أن يحفظك الرب، أن يعطيك الصحة، وأن نبقى بصلاتك، وستبقى أيضا بصلاتنا. فأسمح لي يا قداسة البابا أن أهديك هذه الكلمات المتواضعة التي تستحقها منا بفعل تواضعك وكبرك في الكنيسة. حملت الكنيسة في قلبك وكنت الأمينة لكل سر من أسرارها. يا خليفة المسيح سلام عليك، قدت السفينة وفي وسط الأمواج أنت ربانها. أشعل في كل الأرض سراجك، فأنت الحكيم وصاحب الخدمة بأشكالها. يا شيخ الكنيسة سر بهديك، وأعطي من عند الله البركة للأرض وسكانها. خدمت بكل تضحية وارفع رأسك، فأنت للتواضع عنوان. يا خادم الكنيسة وحامي قربانها، تركت في القلوب بصمة حبك، فأنت الكنيسة وسكنت في أحضانها. يا راعي الرعاة ارفع يمينك، وسلم العهدة لمن هو عميدها. أسست الإيمان في سنة عهدك، يا كبيرنا ستبقى للكنيسة سياجها. حملت الصليب في أوجاعك، وأفنيت ذاتك للكنيسة وشعبها. أنت الوفي في دروبك، وجامع المؤمنين حولك كما تجمع الدجاج أفراخها. صليت بثقة بقلبك وروحك، وناديت بالسلام والوحدة للكنيسة وأبنائها. نسأل الرب أن يحفظ عمرك وبرفقة العذراء التي أحببتها وأكرمتها. شكرا لك على عطائك، فلك منا التحية يا راعي الكنيسة وكبيرها. بالنسبة لقداسة البابا وتنحيه، قداسة البابا هو رمز من الرموز التي تعتز فيها كافة الكنائس المسيحية في العالم. نحترم قراره بالتنحي. قداسة البابا له رؤية مستقبلية أفضل أكيد من أي شخص، وهو ينظر لمصلحة الكنيسة باستمرار. نتمنى ونرجو أن يكون قداسة البابا القادم فيه كل الصفات التي تتطلبها الكنيسة، وينظر بعين الاعتبار لما فيه مصلحة الكنيسة في الشرق الأوسط. نحترم قراره، منحبه، ونتمنى له حياة بصحة وعافية، والله معه. بالإضافة إلى قيامه بأداء الحج وزيارة الأماكن المقدسة في كل من الأردن والأراضي المقدسة، حقق البابا كذلك أيضاً أهدافاً نبيلة تمثلت في تعزيز الحوار بين الديانتين المسيحية والإسلام، من خلال زيارته إلى مسجد الحسين بن طلال في عمان، وبعدها إلى المسجد الأقصى في القدس. وتم التأكيد على العلاقة القوية بين أبناء الديانتين، وعلى تقدير قداسته واهتمامه بالمسلمين، وعلى إقامة علاقات تعاون معهم، مما يخدم المساواة والاحترام للكرامة الإنسانية. بكل محبة نتمنى له الصحة، نتمنى أنه يضل يذكر الأردن في صلاته، لأنه هو كان سعيد جدا بزيارته، وخصوصا لما كان في زيارة جلالة الملك وجلالة الملكة، لما استضافوه في قصرهم ولما استضافوه حتى في المغطس ورافقوه. ونتمنى أنه دائما يكون بصلاته، لأنه صلاته بتعنينا اليوم كثير، من جزء أكثر ما يكون هو في كرسي الخدمة. كل التوفيق وكل الصلاة لكنيستنا الجمعة. شعر بهالمرحلة أنه خدمته راح تضعف، راح يكون فيه لها عدة اعتبارات على مسارات الدول، فقدم استقالته بناء على هذا الرأي. وأنا برأيي الشخصي أنه قداسته كان حكيم في الرأي، واستغنى عن الكرسي بكل سهولة ومكان متشبت فيه، لأنه شعر أنه الخدمة بحاجة لأب تاني غير قداسته. وأنا بتمنى له الصحة والعافية، وربنا يمده بروح الحكمة كمان وكمان، والصحة تكون مديدة لإله. وشكرا كثير لإلكم. بالنسبة لاستقالة قداسة البابا، كانت رسالة كثير حلوة للعالم أجمع، أنه الإنسان لما يوصل لمرحلة معينة من العمر، من الصحة، مش ضروري إنه يتمسك بالكرسي. بيعطي مثال حلو وحي لجميع الرؤساء والحكام الموجودين في العالم، إنه it's okay إنه الواحد يترك المركز، ولو كان مركز كبير زي ما كان مركز قداسته. يعني احنا كثير مبسوطين انه خطوه البابا كانت كثير خطوه جريئه، لانه هو كان تعبان صحيا، واحنا يعني
يعني احنا نتمنى انه يجي بابا ثاني، وانه يكون يعني قادر انه يكون اقوى ويكون يوصل رسالته بكل البلاد حتى توصل هون، حتى كمان بالبلاد العربيه، ونتمنى انه يكون كل شيء احسن. احنا مبسوطين له عشان هو زلمه هلا صار كبير، كانه كجانج صار كبير، وحابين انه يرتاح ويتفضل الصلاه مشان شعب المسيح ومشان كل العالم، انه يصلي لنا. ثاني شيء هو بهاي اللي عملها كان قدام قدوه صالحه، انه مش كل شيء مناسب انا بدي اوصل منصب، بس بنصلي له، بنطلب من الروح القدس انه يبعث لنا بابا مناسب عشان يقود الكنيسة العظمى هاي. إنه هو كان قرار مفاجئ للكل يعني، بس إنه لما نطلع على إنه أبعد من هيك، هو قرار حكيم كان ومتواضع للكل، وهو ما قدر إنه يكمل بس لسبب واحد، إنه قوته الجسدية ما كانت إنه قادر إنه يكمل مشان يخدم كل الكنائس بالعالم. أول إشي اللي عمله البابا إنه كان حكيم، والحكمة هي إنه إشي بناخده إحنا يعني، وإن شاء الله الكل يأخذ هاي الحكمة منه. والإشي اللي عمله أنه كتير منيح لمصلحتنا، وإذا مش عشانه يعني عشان نعمله. إن شاء الله يكون يجينا بابا كويس مع الانتخابات هاي رح تصير جديدة، ويقود الكنيسة بشكل كتير كويس. قرار منه جريء وشجاع، وقدر يعمل اللي غيره ما قدر يعمله، أنه تنازل عن منصب وسلطة عشان مصلحة التانيين. ومنصلي له الله يشفيه، وإن شاء الله البابا اللي حين ينتخب يكون خليفة للقديس بطرس. ان شاء الله يا رب انه البابا الجايينا يكون يدعي للاردن انه يصير فيها، انه يصير ظل بلد الامان وبلد كل شيء، ويصير يزورنا مثل ما اجانا ب 2009 ونطلع نستقبله ونسوي احلى احتفال له. بنحبك يا بابا. قرار البابا في التنحي عن الكرسي الرسولي جاء مفاجأة للعالم اجمع، وكلمة شكر ووفاء من الشعب الأردني عامة ومن المسيحيين خاصة نوجهها لقداستك، ونقول بها شكرا لك لأنك وضعتنا في صلاتك وفي برامجك من خلال الإرشاد الرسولي أو برسائلك الرعوية وبزيارتك التاريخية لبلادنا. اذكرنا دائما في صلاتك، وسنبقى على عهد الوفاء والامتنان لشخصكم الكريم، ونحن معك نسير إلى الأمام مع الرب من أجل خير الكنيسة والعالم. من الشعب الأردني، مكتب نورسات الأردن، باسمة السمعان.